وردت تلفزيونيا. حفل يحظى باهتمام بالغ ليتصدر على رأس الأولويات التي توليها العتبة العباسية المقدسة لنشاطاتها، حيث جرى هذا الحفل التتويجي الذي عني بتكريم الفائزين والمشاركين في مسابقة معارف التراث الفرقية الرمضانية الثانية التي ضمت مشاركات واسعة على نطاق محلي، وأقيم على قاعة الإمام الحسن عليه السلام. هذه المسابقة التي قام بها قسم المعارف الإسلامية والإنسانية ما هو إلا رشحة من رشحات المولى أبي الفضل العباس، وحث وتشجيع المتولي الشرعي السيد أحمد الصافي لتنشئة هذا الجيل تنشئة علمية وتراثية تربطه بتراثه ويكون جيلا واعيا، وخصوصا تلك النخبة الجامعية. ففي هذه المسابقة شاركت أكثر من 12 جامعة عراقية، وحقيقة كان لهم يعني دور كبير في تحقيق ما يصبو إليه المجتمع. اهتمام العتبة العباسية المقدسة لا سيما قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في فعاليات ونشاطات تعنى في مجال تطوير مهارات الإنسان الذهنية والمعرفية والفكرية، نابع عن اهتمام تلك الإدارات في أهمية الإنسان ودوره في بناء الحضارة وفي بناء المجتمع وبناء الفرد. المسابقة اشترك بها العديد من الطلبة من مختلف الجامعات والكليات الأهلية والحكومية في العراق. حقيقة هي كانت فد لمة جميلة، تنوع، يعني خروج من الروتين والحياة النمطية اللي كنا نعيشها يعني احنا بالكلياتنا. طبعا انا بالنسبة لي كلية طب اسنان اتجاه علمي، رغم ان المسابقة اتجاهها ادبي، لكن الحمد لله والشكر قدرنا نحرز يعني المركز الثاني عن بالمسابقة، وهذا شيء جميل. يعني الفوائد طبعا اكو فائدة كلش حلوة، كانت انه المسابقة سلطت الضوء على شخصيات احنا ما بينا. هاي المسابقة بحد ذاتها هي يعني نقول متطورة جدا رغم بدايتها. ليش؟ لأن استنهضت التراث القديم اللي يكاد أن اندرس بسبب يعني ما يسمونه بالحداثة أو التطور، ولكن اندرس هذا التراث. كثير من الشعراء والمؤلفين والعلماء والمراكز التراثية اللي بالعراق الآن احنا ما عرفناها إلا من خلال هذه المسابقة. تأتي هذه المسابقة تجسيدا للفكر الهادف الذي تحاول العتبة المقدسة إيصاله من خلال هذه المسابقات التي تسلط الضوء على التراث المعرفي والثقافي. تستمر جهود العتبة العباسية المقدسة في تسليط الضوء على أهم الموضوعات التي تساعد في ازدهار العلم والتراث، لتنبثق من تلك الجهود مسابقة معارف التراث الفرقية لتكون مرجعا معرفيا لطلبة الجامعات العراقية.